الرحمن الرحيم. كما قال السي إدريس انا راه سعيد جدا باش نجي عندكم لهنا ونزوركم ونوقف مع ولدكم اللي هو السي إدريس بن نصر. حيت هو راجل الكف، راجل الميدان، راجل عنده الخبره، عنده التجربه، حتى هو خصو يزيد لقدام ان شاء الله وينجح وينجح ويزيد، ومره الجايه تشوفوه وزير ان شاء الله من عندكم هنا. الا دعمتوه. لا ماشي هذه المره، ماشي هذه المره. المهم الا مشى في الطريق مزيان وخدم مزيان وكان مع المواطنات والمواطنين ديالو، مع الناس ديال الدواور كلهم اللي هنا، الا مثلهم مزيان راه ان شاء الله عنده مستقبل ظاهر. لان احنا عندنا في حزب عداله والتنميه اللي خدم مزيان يطلع. فهمتيني؟ وانا احنا جينا انا والسي عبد العالي حميد الدين الكاتب الجهوي الله يجزيه بخير، جينا باش ندعموه ونوقفوا معاه ونقولوا لكم خصهم توقفوا معاه مزيان وتصوتوا عليه بكثافه، ينجح ما كاينش ملغى. الصندوق ولكن ماشي غير هو، فيما لقيتوا المصباح لمبه، فيما لقيتوا لمبه صوتوا عليها في الانتخابات المحليه ولا في الانتخابات الجهويه ولا في الانتخابات البرلمانيه. لان العداله والتنميه راه انتم دابا عارفين الناس ديالها، كلهم من الشعب، منكم عايشين معاكم، كيرجعوا عندكم واخا يترشحوا، واخا يوليو برلمانيين ولا يوليو مستشارين جماعيين ولا يوليو رؤساء، ديما كيرجعوا عند الناس اللي صوتوا عليهم واللي داروا فيهم الثقه وكيتواصلوا معاهم وكيحاولوا ما امكن يعيشوا الهموم ديالهم والانتظارات ديالهم وشنو باغين. هذا هو حزب العداله والتنميه، الناس من رحم الشعب، من المواطنات والمواطنين. وحنا ما معولين حتى على شي حاجه الا انتم تقتنعوا بينا وبالمرشحين ديالنا وتصوتوا عليهم، ما كاينش شي حاجه اخرى. ما كاين لا الزرقاء لا المرقاء ياك. حنا عارفين بان البعض منكم تعرض للضغوط، تعرض للضغوط وتعرض للمضايقات باش ما يترشحوش، وعانيتوا منها كما قلتوها هو عانيتوا منها، وحنا عارفين بان عانيتوا منها كان. ولكن بزاف منكم صبروا، وهذاك الصبر هو راه النضال السياسي هو هذا. انا عارف، انا عارف كل اللي كيوصلوا لي الاخبار، اخبار كاين تهديدات مباشره. فلذلك حنا انا بغيت نحيي هنا المناضلات والمناضلين ديال حزب العداله والتنميه اللي صمدوا وصبروا وعرفوا القيمه ديال الحزب ديالهم وبغاو يبقاو ينضلوا في اطار الحزب ديالهم. تفضل تفضل، مرحبا. كي داير اس عبد الله؟ لاباس عليك؟ هذا المرشح ديالكم للبرلمان. حنا رشحنا الناس اللي من الدوار ديال هنا ولا من المنطقه، من المنطقه، واللي باغين الخير للمنطقه ولا باغين هذه المنطقه تزدهر وتطور وتولي احسن ان شاء الله. انا عارف بان الكثيرين كما قلت قبيله تعرضوا للتضييق والمضايقات ومنعوهم باش يترشحوا وداروا لنا هذه الحيله. فلذلك انتم خصكم دابا تخدموا هذا الشيء يفشل لهم، والناس اللي ترشحوا خصهم ينجحوا. شوف انا نقول لك واحد القضيه، ما كاينش اليوم ولا غدا، ما كاينش غدا، اليوم اليوم ولا اليوم خصهم ينجحوا، ينجحوا اليوم، اليوم قبل غدا، اليوم قبل غدا ينجحوا ولا بدا. دابا شنو خصنا نديروا؟ جوج الامور اللي عندنا خصنا نديروا، الله يجزيكم بخير. الاولى غادي نوجه للسي بن نصر والسي عبد السلام المراقبين، سي بن المراقبين، جميع المكاتب ديال التصويت سيكون فيها المراقبين باش يجيبوا لكم النتائج في الوقت ويتبعوا. هذه النقطة الأولى، هذا كيضمنها لكم القانون، خاصة تكون. النقطة الثانية، نهار 8 شو تنبير الأربع، راه هذه أول مرة في تاريخ المغرب كيكون التصويت نهار الأربع، عادة كيكون نهار الجمعة، هذه المرة الأربع باش ما تنساوش. نهار الأربع 8 شو تنبير، كل شيء يمشي بكثافة، كل شيء يمشي، وانتوما والحباب ديالكم والأسر ديالكم
والناس اللي كتعرفوا ما يتخلفوش، كل شيء يمشي يصوت وصوته بكثافة على المصباح، على رمز الصلاح، على رمز حزب العدالة والتنمية. شكرا جزيلا.